السلام عليكم هاي ايفريون ويلكم باك تو ماي شانل. قضية اليوم من القضايا اللي سوت لي ايرور وانا قاعد اسمعها. اللي ضحك انه انا بعد ما قريت كل شيء وحضرت الفيديو ادخل الايميل الاقي في ناس رسلوا لي هي من اول بس ما اخذت بالي. كالعادة استنوا اخر الفيديو عشان تعرفوا اخر التطورات و let's get into it. قضية اليوم تتكلم عن ممرضة اسمها سيندي جيمس. زي ما انتم متعودين علي انا بالعادة ما اتكلم عن ماضي كل شخص في القصص الا لو كان ممكن مثلا له دخل في القضية او اي شيء. فبالنسبة لسيندي كل اللي باكم تعرفوا انه في عام 1962 كانت سيندي اخيرا تمت 18 سنة وحبت ان هي تبدأ عاد حياتها بنت بالغة. راحت لفانكوفر كندا تبدأ حياة جديدة وتتعلم أشياء. التحقت سيندي بأحد الدورات التدريبية عشان تصير ممرضة. هناك كان في أحد الأساتذة الموجودين في الطب النفسي وغيره. هذا الأستاذ اسمه روي، وقتها كان عمره 39 حسب ما المصادر قالت. كان جدا مهتم في سيندي، جدا مهتم لدرجة أنه كان في علاقة مع سيندي، والعلاقة هذه كانت سرية لأنه روي كان شخص متزوج. فضل هذا الموضوع سر إلين ما وصلنا لعام 1966. هنا الأمور بين روي وزوجته ما كانت تمام، فقرروا أنه هم ينفصلوا، ولما انفصلوا بعدها أتزوج سيندي على طول. لفترة وجيزة بس كانت العلاقة بين سيندي وروي جدا عادية، لكن بدأت تتطور وتصير نوعا ما علاقة فيها مشاكل. طبعا اي علاقة لازم يكون فيها مشاكل، مضاربات ونرجع تاني تمام وحلوين، بس المشاكل اللي قاعدين نتكلم عنها اللي بين روي وسيندي كانت من نوع اخر. سيندي بدأت تروح لزملائها في العمل وصحباتها وتشتكي لهم من روي، انه روي جدا انسان مو كويس معاها، عنيف معاها، يصرخ عليها، انه هو انسان صار مو كويس. لكن روي كان يستغرب ويقول لهم هي اللي كده مو انا. روي بيقول انه سيندي هي اللي بدأت تصير عصبية جدا مع مرور الايام، بسرعة تنفعل، بسرعة تسوي مشكلة من لا شيء، وكمان تتضارب معه وتتنرفز وتكبر المواضيع، وفي النهاية تروح وتقول انه هو اللي بيسوي لي، هو اللي عمل، هو اللي مو كويس. فروي خلاص يعني فاض بي وقرروا انه هم ينفصلوا. وهذا الكلام كان في منتصف عام 1982، فعشان ما في بينهم أطفال فكان انفصالهم جدا سهل، يعني ما كان في مشاكل ونفقة وما أدري إيش. وفي هذا الوقت سيندي انتقلت لبيتها الخاص، لكن الانفصال هذا ما كان آخر هموم سيندي، لأنه بعد 4 شهور من انتقال سيندي لبيتها الجديد بدأت تصير معاها سلسلة من الأحداث اللي فعلا فعلا مزعجة. في البداية بدأت تيجي لسيندي مكالمات على بيتها جدا مزعجة، زي مثلا شخص يتصل ما يتكلم بس يجلس يتنفس في التليفون أو يهددها بكلام غريب. الآن أباكم تركزوا معايا، حسميكم مكالمة. هذه المكالمة كانت زيها يجي لسيندي، تمام؟ بس اللي هتسمعوها دي حقيقية فعلا، بس ما جت لسيندي، جت لشخص آخر. قدام حتعرفوا موضوعها، مزعجة بمعنى مخيفة، مو مزعجة إنه شخص يتحرش، لا. سيندي لما بدأت تجيها المكالمات اللي زي كده قالت أوكي يمكن أنا عشان انتقلت لبيت جديد، يمكن هذا الشخص يعرف الملاك القدامى فكان يحسب أنه هم لسه موجودين أو أي حاجة في أي سبب. لكن المكالمات دي ما وقفت، لأنه الشخص اللي بيتصل قاعد بينادي سيندي باسمها، يعني شخص عارف هذه مين. طبعا كان الوضع جدا يوتر أكيد. مرت أيام من المكالمات الغريبة اللي دي اللي قالت تيجي لسيندي. سيندي بدأت تحس إن هي مراقبة، إن هي ما هي لحالها. ففي يوم من الأيام قفلت الستائر فجأة لما جاها الإحساس هذا، وأول ما قفلت الستائر يا جماعة فورا رن تليفون بيتها. لما ردت على التليفون الشخص قال لها كلام بمعنى انه مو انك قفلتي الستائر يعني ان انا ما حعرف ان انت جوا ولا ما حشوفك. طبعا سيندي تواصلت مع الشرطة انه انا في احد قاعد بيراقبني، في احد قاعد يهددني. والشرطة جات وفتشت بيت سيندي وفتشت حوالينه وما لقت ولا شيء مهم، بس الشرطة قالت لها انه خدي بالك واي شيء يجيكي احفظيه ورينا. هو اي شيء يجيها زي ايش؟ زي كانت تجيها رسائل قدام باب بيتها مقصوصة يعني يدويا، يعني تعرفوا لما تبغى تكتب كلمة
تقوم تطلع حروف الكلمة دي مثلا من جريدة أو من مجلة وتلصقهم جنب بعض، بحيث أنه الرسالة دي حتى لو طاحت في يد الشرطة، الشرطة ما تعرف الخط هذا ممكن يكون خط مين أو شبيه بخط مين من الناس القريبين منها. فكانت تجيها رسائل كلها تهديد، وما كانت كلام كثير، لا كانت كلمتين كده في الرسالة، يعني مثلا حتموتي قريب، تهديد أنه بالقتل، تهديد أنه أنا حنهي حياتك، مو أنه تحرش. بدأت شوية شوية تلاقي قدام باب بيتها بسس ميتة، أشياء مقرفة زي كده، بدأت تلاقي لحم حق أكل ني قدام باب بيتها، صار الوضع جدا مزعج. أغنس صاحبة سيندي بعد 3 أيام من الحادثة اللي صارت مع الشرطة وإنهم كلموها وزي كده، جات أغنس عشان تاخد سيندي ويخرجوا يتعشوا برا. ولما خلصوا الاثنين من العشاء رجعوا بيت سيندي تاني، وسيندي لما رجعت لقت إنه باب بيتها كان مفتوح والشبابيك مفتوح على الآخر. دخلت ولقت فوضى في البيت، لكن الفوضى الأكتر في غرفة نومها، تحديدا في المخدات اللي فوق سريرها كلها مقطعة. والأمور بدأت تتصاعد في الأسابيع اللي بعد كده، أنوار البلكونة وزي كده من برا صارت مكسورة، خطوط التليفون بدأت تنقطع. ما تم ذكر إذا هذا الشيء كان يوميا يصير معاها، بس الواضح إنه كان كل فترة وفترة كده، كل 3 أيام زي كده، فهمتوا؟ رجعت تواصلت تاني مع الشرطة وحكتهم كل شيء قاعد يصير معاها. المشكلة مع الشرطة إنه ما في أي دليل، تخيلوا حتى DNA ما في، ما إنه الشخص هذا بيسوي كل هذا وما بيسيب وراء أي DNA أو أي بصمات، فالشرطة ما هي عارفة كيف تمسكه أو ما هي عارفة كيف تبدأ أصلاً. فبدأت الشرطة تشك إنه سيندي كذابة، إنه هي بس بتقول كده، لأنه كل ما تيجي الشرطة ترى ما تلاقي شيء، مو عارفين إيش يسووا، ما في أي دليل الكلام اللي هي بتقوله. الرسائل اللي كانت تجيها موجودة، بس سهل هي تسويها بيدها وأي أحد يسويها. أحد الضباط اللي كانوا بيجوا لسيندي كل فترة عشان يشوفها كان جداً مهتم في موضوعها وقلقان عليها. الضابط هذا أتوقع اسمه بات، بس أنا حنادي الضابط عشان تفرقوا بين الأشخاص. فمرة من الأيام عرض عليها عرض، قال لها إيش رأيك أبات عندك كل فترة وفترة عشان إذا صار شيء أشوفه بعيني وأقدر إنه أنا ألحقه في الوقت المناسب أو أمسك الشخص ده. طبعا هذا الشيء حيكون بالنسبة لسيندي شيء كويس، لأنه كده حتحس إن هي في أمان. فهذا اللي صار، إنه فعلا الشرطي هذا كان بايت في الغرفة الزائدة اللي في بيت سيندي. لكن سرعان ما مع الأيام بدأت العلاقة بين الشرطي وسيندي تصير شوية شوية غرامية. ولكن ما طول الشرطي هذا كثير علاقته مع سيندي، لأنه أتوقع اللي سمعته في أحد المصادر إنه هو أتقدم لها بس هي رفضت، وبعدها طلعته من بيتها. ولكن ما زال صديقها، ما زال بتواصل معها، ما زال مهتم كأنها شخص عادي طالب مساعدة من الشرطة، وما كان في أي مشاكل بينهم. بس المهم عرفني إنه الشرطي هذا كان بايت عندها فترة، لكن المشاكل اللي كانت تيجي لسيندي وقفت في الفترة اللي الشرطي ده كان بايت معاها فيها. طبيعي حتوقف، لأنه أكيد الجاني مو أهبل إنه يورط نفسه، أكيد إنه ما حيسوي شيء وفي شرطي جوا، صح؟ عام 1983 في شهر جانيوري، أغنس كانت راحة تبى تزور سيندي، لقت سيندي ما أعرف فين بالضبط بس أظن قدام باب بيتها طايحة، وفي جوارب اللي هي تكون نايلون اللي تتلبس في كامل الرجل كانت ملفوفة حوالين رقبتها. فقامت ساعدتها أغنس ودخلتها البيت، وطبعا شالت الأشياء اللي عليها، وهذا الشيء خوف أغنس مرة كثير. أغنس لما لقتها مهم عليها. سيندي قالت لأغنس آخر شيء إن هي تفتكره كانت في الجراج، وبرضو كانت بتحاول يمكن تركب سيارتها أو شيء زي كده، وجاء شخص وتسلل من وراها حاول إنه هو يخنقها أو هجم عليها، ده آخر شيء هي فكرته. سيندي غيرت عنوان بيتها، غيرت اسمها الأخير، وبدأت حياة جديدة. فعلا الأمور هدأت في حياتها فترة، بطل هذا الشخص إنه هو يراقبها أو حتى يتهجم عليها، لأنه تقريبا ما يعرف إنه هي نقلت، أو يمكن يعرف إنها نقلت بس ما يعرف فين. فكانت في يوم رايحة دوامها ولقت رسالة تانية مكتوب فيها أهلا بك بنفس الطريقة اللي هو بيرسل لها فيها الرسائل بالعادة، يعني الشخص ده عرف فين بيتها الجديد. واضح إنه شخص ما عنده أي حياة غير إنه هو يراقبها. المشكلة إنه سيندي ما كانت راضية أبدا على تحقيقات الشرطة، قاعدة بتقول الشرطة ما هي واخدتني على محمل الجد، ما هم قاعدين يساعدوني، ما هم يساعدوك في إيه وهو أصلا ما في أي دليل بيسيب وراه الجاني. الشرطة كانت لما تراقب بيت سيندي ما كان يصير شيء، لما الشرطة ما تراقب يبدأ يصير كل حاجة. فهنا يعني أكيد الشخص ده هو قاعد يراقبها من بعيد، وعارف إنه في الآن حوالينا شرطة أو ولو شرطي واحد قاعد يراقب بيتها، فمو عارفين إيش يسووا. حسب ما قريت كان في شخص، ما أنا ما أعرف هل هو محقق خاص، أنا حسميه محقق خاص لأنه ما كان يعني ما قريت رتبة معينة
هو كان فيها. الشخص ده عينته عشان ياخد باله منها عشان يراقبها. فهذا الشخص أعطاها زي جهاز صغير زي الواكي توكي، بحيث أنه إذا صار معاها أي شيء على طول تكلمه عن طريق اللاقط هذا. كمان حط لها الزر حق الذعر اللي يسموه panic button، اللي هو لو كان في أي مشكلة بس تضغط عليه على طول يجيها أو يجي تنبيه للشرطة زي جهاز إنذار. المهم اللي سواه الرجال هذا أنه أعطاها الأشياء هذه لأنه الشخص اللي بيهاجمها كان بيقطع عليها الأسلاك حق التليفون أو بيقطع الخطوط عليها عموما بيرجعها تاني، فما حتعرف تتواصل مع أحد، وطبيعي أنه هو حيقطع الخطوط بعد ما يهاجمها. المشكلة الرجال هذا في البداية كان شاكك في سيندي أن هي شكلها عارفة الشخص اللي قاعد يهاجمها على الأقل، لأنه ما كانت تقول له كل شيء بصراحة أو ما كان كلامها كثير معه، ما يعني هو كان حابب أن هي تقول له كل شيء عشان يعرف كيف يساعدها. وحتى مع أهلها ترى ما حكتهم كل شيء بالتفصيل، مو نفس الكلام اللي تقول للشرطة تقول لأهلها أو للشخص هذا. فقالوا يمكن عشان كانت تبى تحميهم من الشخص ده، ولا كانت خايفة إنه هو قاعد يراقبها دحين بيسمعها، فجت شكوك بسيطة عليها إن هي ممكن تكون تعرف الشخص ده اللي بيهاجمها. عام 1984 هذا الشخص اللي كان معطيها جهاز الواكي توكي سمع صوت في الواكي توكي جاي من عند سيندي إنه سيندي قاعدة تتفارع مع أحد، قاعدة تتضارب مع أحد، أو قاعدة بتحاول إن هي تقاوم أحد. جري بسرعة لبيت سيندي ودخل البيت، لقى سيندي نايمة في الأرض وكالعادة كده في علامات خنق في رقبتها، وبرضو فاقد الوعي أو نص فاقد الوعي، وكان جنبها رسالة زي اللي لازم تموتي الآن أو لازم تموتي قريبا، وكان في مشرط حاد مثبت في يدها ساعدها إن هي تستعيد وعيها. وبعد كده ودها لقسم الشرطة عشان تحكيهم الشيء اللي صار معاها، وبعدها قالت إن هي ما هي فاكرة شيء غير إنه الشخص هذا حقنها بشيء، وبعدها كانت غايبة عن الوعي. عاد هم حللوا دمها ما حللوا دمها ما أدري إيش اللي صار بعدين، لين هنا وهذا الموقف كده انتهى. الشخص ده اللي كان يراقبها هنا أتأكد 100% إنه فعلا في شخص قاعد بيحاول إنه هو مو يقتلها بس على الأقل يمكن يبي يخوفها. بس المهم إنه في شخص فعلا، لأنه هو سمع إن هي قاعدة تفارع أحد في الجهاز. بس السؤال كيف ما يسيب وراه DNA وبصمات؟ كيف سيندي وصلت المسكينة المرحلة أنه بدأت تتعب نفسيا وبدأت تقول أنا مريضة شكلي نفسيا؟ فراحت يمكن 5 أيام جلست في أحد المصحات، ولكن طلعت منها تاني ورجعت بيتها لأنه بدأت تصير عنيفة نوعا ما، ما تبي تجلس في المصحة دي. 5 سبتمبر من عام 1985 تم العثور على سيندي برضو مغمي عليها في أحد الحفر اللي مو بعيدة عن بيتها، وكانت تعاني من انخفاض درجة حرارة، وفي بعض الكدمات كانت على جسمها، وكان في فعلا كدمات في وجهها. بيقولوا كانت لابسة بوت رجالي وقفازات، ولما صحيت ما كانت فاكرة هي فين كانت وإيش اللي صار وكيف انتهى فيها المطاف إنها تكون في الحفرة هذه. بعد المواقف دي أغنيس وزوجها قرروا إن هم كل فترة وفترة يباتوا عندها في البيت. فبعد أول مرة من جلوسهم عندها صحيوا في أحد الأيام على ريحة حريق جاية من الدور السفلي. إيش اللي كان قاعد ينحرق ما هم عارفين، بس لما جوا بيكلموا 911 كان الخط مقطوع، قاموا خرجوا كلهم برا عشان يدوروا أو يكلموا 911 من تليفون الجيران. أغنيس لمحت شخص واقف بعيد قاعد يتنح في البيت، بس لما نادت عليه وقالت له تعال كلم الشرطة جيري وسابها، ما هي قاعدة تستوعب مين، كان أصلا ليل. ولما جات الشرطة وطفت الدنيا وتبقى تشوف، ما هم عارفين أصلا الحريق ده كيف بدأ، حتى زر الذعر كان مفصول، فهذا معناته إنه الشخص اللي كان يهاجم سيندي هو اللي سواها. المشكلة إنه الشرطة ما لقت أي علامات اقتحام، الشخص ده كيف دخل البيت وما في علامات اقتحام؟ أكيد كان كل شيء مقفل وما في أثر ولا بصمات أو DNA لشخص غريب دخل البيت. للأسف، وأنا هنا قاعدة أبغى أنبهكم لأنه في ممكن بارت له علاقة في الحالات النفسية، فأنا ماني حابة أحد يتأثر بالأمور دي، يا ليت إنك ما تكمل الفيديو، لكن سيندي وصلت لمرحلة إنه خلاص ما تبي تفضل في الحياة، تفهمين علي إيش تبى تسوي. أغنيس وزوجها كانوا يقولوا لها لا مولدي الدرجة الأمور حتنحل، وما يدخلوها للمستشفى للمرة الثانية والمرة هذه عشان شوية تروق أعصابها، وكانت المراقبة عليها كانت شديدة أكثر من المرة الأولى. في شهر أكتوبر من نفس السنة، فاكرين المكالمة اللي سمعتكم إياها في البداية؟ المكالمة دي صارت بس ما كانت لسيندي، لأن سيندي ما كانت في البيت، كانت في المستشفى. المكالمة دي جات لروي زوجها السابق، بس نفس نظام المكالمات دي كان يجي لسيندي.
وكانت هذه المكالمة الوحيدة اللي تم تسجيلها. أكيد كانت تجيله مكالمات أول، وهذه المرة كان أي أحد يدق عليه كان يسجل يمكن يطلع الشخص ده، وقفط هذه المكالمة. بعد أسبوعين من تلقي روي المكالمة دي، تم العثور على سيندي في سيارتها جوا ومربوطة كالعادة نفس الهيئة اللي تكون عليها كل مرة، لكن المرة دي فمها كان مغطى، كان في شيء في فمها طهوة وخشمها فزي اللي انكتمت، وكانت أطرافها مربوطة وراها، يدها ورجولها مربوطة وراها. ولما راحت عشان تقول للشرطة الموضوع هذا، ما زالت الشرطة ما هي واخدة كلامها على محمل الجد، لأنه أنت كل مرة بيصير فيك الشيء هذا ما بيكون حوالينك أي دليل، فبطلوا إن هم يأخذوا كلام على محمل الجد على مدار السنين كلها اللي صارت فيها الحادثة هذه أو الحوادث هذه. قالوا البنت هذه شكلها بتتهيأ أشياء. لكن في يوم 25 من شهر ماي عام 1989، هنا صار شيء غريب. أغنيس كانت رايحة لسيندي لبيتها، كانوا متفقين الاثنين ان هم يتقابلوا. لما راحت بيت سيندي قعدت تدقدق، سيندي ما هي راضة ترد. لما دخلت بيت سيندي بطريقة ما لقت سيندي في البيت اساسا، ما كانت موجودة، حتى سيارتها ما هي موجودة. ما مضى كتير وقت الين ما لقوا سيارة سيندي، بس فين كانت؟ في احد مواقف المتاجر حقت التسوق، اللي هي زي ما تقولوا زي سوبر ماركت او مكان زي كده. السيارة جوا فيها المقاضي الاشياء اللي اشترتها، وكان فيها هدية صغيرة لبنت صاحبتها، وكان في فاتورة وفي كل شيء، بس سيندي ما هي موجودة. لقوا تحت السيارة بعض الأشياء اللي كانت في محفظة سيندي، أشياء زي إيش ممكن قصدهم؟ كروت أو فلوس، ما ذكروا إيش الأشياء. والشيء الأهم قدام عند باب السائق على الجنب كده من برا، في أثار دم. الواضح المرة هذه كان في صراع جدا عنيف، ما أحد شاف. عدت فترة وما في أي أثر لسيندي، إلين ما وصلنا ليوم 8 من شهر جون في وقت الظهيرة. كان في بيت مهجور، يعني ما في أحد ساكن فيه ومهجور. البيت هذا فيه قدامه زي يارد أو زي الساحة حقته. في عامل كان معدي من جنب البيت هذا وشاف سيندي مرمية فوق العشب هذا حق البيت المهجور ده. وكالعادة سيندي كانت مربوطة، يدها لورا ورجولها مربوطة في بعض، وبرضو كان في تيب على فمها، بس دي المرة سيندي كانت ميتة. عند تشريح الجثة لقوا فيه على كتفها اليمين ورا علامة إبرة. جوا السيستم حق جسمها كان واضح إنه في مواد محقونة فيها، كان في مادتين موجودة في نظام جسمها، واحدة بصراحة مرة اسمها صعب، لكن الثانية عشان قد مرت علي كانت المورفين أو المورفين. الأغلبية أكيد سمع ده الاسم قبل كده في أحد القضايا اللي حسويها إن شاء الله. المشكلة إنه مستغربين لأنه كان في أثار خنق، فإيش اللي موتها؟ الإبرة ولا الخنق؟ كان المعروف أكتر إنه الإبرة هي اللي موتتها، لأنه كانت الجرعة أوفردوس زيادة. لما شافوا إنه سبب الوفاة هو الجرعة الزايدة قالوا بس هذا انتحار، وعليها انقفلت القضية على كده. لكن الغريب إنه هم قالوا إنه هذا شكله انتحار، لكن لما تشوفوا في الملف حقها سبب الوفاة مكتوب غير معروف، يعني لا هو انتحار ولا هو جريمة. طب أنتوا قلتوا هذا أكيد انتحار، ليش في الملف ما كتبتوا سبب الوفاة؟ تعرفوا اللي ما هم عارفين إيش اللي صار في البنت بالضبط؟ قالوا غريب، البنت هذه أسبوعين كانت مفقودة وفجأة لقوها هنا. هل هي أسبوعين كانت عند أحد هو اللي خاطفها، ولا أسبوعين كانت موجودة هنا وما حد داري عنها؟ لأنه مستحيل إن هي أسبوعين مرمية هنا وما حد يدري عنها، المكان اللي هي فيه مكشوف للناس كلها. ما جابوا سيرة إذا هم دخلوا البيت المهجور ده وفتشوه، بس لو هم فعلا لقوا شيء جوا كان يعني تم ذكره. فهنا نيجي للمشتبه بهم، وهم 4 أشخاص. الشخص الأول أكيد جاء في بالكم كلكم، وهو زوجها السابق روي. روي قبل كده في نص الحوادث اللي كانت تصير معاها، الشرطة قفشته كان ورا بيتها بعيد شوية، ولما قفشته سألوه أنت إيش كنت بتسوي هنا؟ فقل لهم كنت جاي أطمن على زوجتي السابقة. روي ما أنكر إنه هو عرض على سيندي إن هي ترجع له وترجع تسكن معاه تاني، وإنها رفضت، وقال هذا الكلام لما استجوبوه الشرطة إنه فعلا هو يبغاها ترجع، بس مو إنه حيضرها ولا يؤذيها، ونكر تماما إنه هو له أي دخل
فأي حاجة قاعدة تصير معه، بس شكوا فيه لأنه أول شيء روي طبيب، فإنه يوصل لأي نوع من الأدوية اللي حيحقنها فيها مو شيء صعب. والشيء الثاني، روي طبيب نفسي، يعني إلا ما يكون يعرف كيف يتلاعب في نفسيتها، فهذا الشيء كان جدا قوي، عشان كده هو المشتبه به الأول. ولكن ما في أي دليل، لأنه اللي قاعد بيسوي ده كله ما في وراء ولا DNA ولا بصمات. على موضوع البصمات، أكيد قاعد يلبس قفازات. طب إيش على موضوع DNA؟ بعدين ليش هي لما بتتصارع مع الشخص ده مو معقول إن هي ما خربشته ما في شيء؟ لأنه لو خربشته DNA حقه هو حيكون في أظافرها، فهم مو لاقين أي DNA، ما في أي شيء، ما في حتى شعرة. في مكالمة تم تسجيلها كانت بين سيندي وبين روي. سيندي قاعدة تقول له، هل أنت بتنكر الشيء اللي سويته هذا؟ بتنكر إنه أنت عملت شيء زي كده؟ بيقول لها إيوة أنا أنكر، أنا ما سويت. هذه هي المكالمة. هذا بالنسبة لزوجها السابق روي. المشتبه به الثاني وهو الشرطي اللي كان ساكن معاها فترة وكان في علاقة غرامية بينهم بس ما تمت. الشرطي هذا قالوا ممكن لأنه شرطي يعرف كيف يخفي أثر وراه، ما حيكون شيء صعب بالنسبة له أبدا. وبعدين بما أنه قاعد عندها فأكيد الشرطة ما حتراقب البيت، فيقدر أنه هو يسوي اللي يبغاه وهو معاها. بعدين لا ننسى أنه المضايقات بطلت تيجي لسندي لما هو كان بايت عندها، لكن هذا الشرطي قال أنا ما أكن لها أي كره أو أي شيء. وبالعكس الشرطي ده ما يعرفها من أول، المضايقات هذه صارت لها قبل ما تعرف هي الشرطي ده أساسا، فما في كمان أدلة على الشرطي ده أنه هو سوى الشيء ده فيها. ولكن كان مشتبه بها الثاني لأنه يعني في يده أنه هو يمسح الأمور دي، لكن بعد كده كيف سوى الأشياء الباقية ما في دليل على أنه هو المسؤول. بالنسبة للمشتبه به الثالث، وهو ممكن يكون فعلا شخص غريب احنا ما نعرفه ولا احد من اللي حوالينا هيعرفه، كانت علاقة لها سرية او شيء وكان فعلا مهووس فيها وفعلا هو اللي سوى فيها كل ده. بالنسبة للمشتبه به الرابع وهو سندي نفسها. ايوه سندي نفسها، هذه النظرية كانت اقوى نظرية بين البقية كلهم. الناس كانت شاكة في سندي، بعدين كانت شاكة في زوجها. يقولوا ممكن تكون سندي تعاني من انفصام في الشخصية، لأنه كل حادثة من الحوادث اللي قاعدة تصير لسيندي ما يكون في أي دليل إنه في شخص هو اللي سواها، الأشياء بتصير كده فجأة. الشيء الثاني، كل الحوادث زي بعض، بعدين قالوا هي لو فعلا كان في شخص بيهاجمها من الأشخاص دول اللي احنا ذكرناهم، معقول حيجلس 7 سنين بس كده يعذب فيها نفسيا ما يقتلها؟ طيب ليه جاي يقتلها في النهاية؟ ليه ما قتلها من أول لو هذه نيته؟ طب ليش التعذيب ده كله؟ مو خايف إنه في يوم يقتلها من جد بالغلط؟ طب إيش كان المقصد من ده كله؟ إيش يبغاها تسوي؟ المشكلة قالوا مستحيل تكون سيندي، لأن الطريقة اللي ماتت فيها صعب ان هي تسويها، طريقة حقن الإبرة في الخلف صعب ان هي تسويها لنفسها. بعدين كيف تحقن نفسها بعدين تربط نفسها؟ ولا هل حقنت بعدين ربطت وهي تربط اغمى عليها ماتت؟ طب ايش اللي وداها بعد اسبوعين هناك؟ فين كانت الاسبوعين دي كلها؟ فكان اكتر شيء يشكك الناس كان سلامتها العقلية، هل هي اللي بتسوي في نفسها كده؟ بعدين لو تلاحظوا في يوم من الايام لما لقوها في الحفرة كانت لابسة قفازات، ليش هتلبس قفازات؟ قالوا هل موتها كان بالغلط؟ يعني كانت في يوم من الأيام وهي كان عندها الاضطراب ذاك كانت بتحاول تسوي شيء بس انعمل بالغلط وأدى لوفاتها؟ لو سمعتوا المكالمة اللي كانت بينه وبين سيندي وصوت المكالمة دي المزعجة التهديدية هتحسوا صوته قريب. فأنتوا إيش رأيكم؟ تتوقعوا مين الجاني في الأربعة المشتبه بهم اللي قلت عليهم؟ قبل تقفل الفيديو، في قناة حابة أعلن عنها، بنت بتنزل تلاوات وصور من القرآن الكريم، فحتلاقوا قناتها تحت في الديسكريبشن. مرة شكرا على الناس اللي بتدعموهم دائما وكده، ترى أنتوا بترسموا البهجة في وجيه الناس دي، ما تعرف يمكن في يوم من الأيام تلاقي أحد يدعمك بدون ما تنتبه. وآخر شيء حابة أشكر أحد الأشخاص اللي نقى اسم مرة حلو للسلسلة حقة الإنستغرام اللي هي كريبي جرام. طبعا لقيت الاسم ده متكرر لكن طحت عيني على الشخص ده، كان أول شخص حنسميها كريبي جرام.